واحد بيقول ما معنى عبارة ما معنى عبارة لأكمل نقائص شدائد المسيح في جسدي؟ أليس السيد المسيح شرب الكأس حتى النهاية؟ هو في بعض آلام معينة لم يتعرض لها السيد المسيح. صحيح آلامه كانت شديدة جدا، لكن في آلام لم يتعرض لها. ودي بعض آلام من الشهداء مثلا، وبعض آلام لبولس الرسول من نوع خاص. يعني لما نستعرض آلام الشهداء نلاقي فيها حاجات كثيرة السيد المسيح ما تعرضش ليه، اللي اتحطوا في بحيرة جليدية، اللي اتحطوا زيت مغلي، اللي قطعت أعضائهم حتة حتة، فكل دي ما حصلتش مع السيد المسيح اللي نشروا. فبولس الرسول بيتكلم على بعض آلام ليه لم يتعرض لها السيد المسيح، بحيث ان لما يكون الكنيسة كلها كجسد المسيح تبقى استوفت